بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل محد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى. بيبقى طبعا الاخبار دي داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النص الاول من حلقتنا بتبقى مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها، والحقيقه الاخبار يعني اللي معانا مش هتبقى مختصه كتير بالنشاط داخل النادي الاهلي لانه احنا دلوقتي في الاوف سيزون او في فتره الراحه والاستعداد، فتبقى المنافسات يعني بسيطه، اغلبها منافسات اقليميه زي بطوله افريقيا او استعدادات منتخبات، يعني بتبقى الامور كلها ما تخص فتره الراحه وفتره الاستعداد للموسم الجديد. الفتره الثانيه بتبقى فقره حواريه زي ما حضراتكم عارفين، فقرتنا النهارده عن العاب القوى. العاب القوى الحقيقه من الالعاب اللي مش واخده حقها بشكل كبير في الاعلام، وهنا دورنا، هنا دورنا في برنامج الابطال احنا نحط الضوء على نجومنا في العاب القوى الحقيقه اللي شكله ساهموا بشكل كبير في البطولات العالميه والاولمبيه في رفع اسم مصر، ولسه عندهم المزيد. يمكن العاب القوى بيطلق عليها ام الالعاب لانه كل عناصر الرياضه بتلاقيها في العاب القوى. النهارده كان معانا ابطال الشباب او الشابات لالعاب القوى، كان عندهم بطوله الحقيقه في الفتره من 22/5 ل 28/5 بطوله عربيه كانت في تونس، وشارك فيها لعيبه شباب كتير وشابات من ولاد النادي الاهلي ومن ابناء النادي الاهلي. بالمناسبه النادي الاهلي اقوى فريق في مصر او اقوى نادي في مصر في العاب القوى، دوري وكاس جمهوريه، كل ما هو يعني يخص العاب القوى في منافسات عديده النادي الاهلي يتسيدها في مصر، وبيرعى مجموعه كبيره جدا من النجوم والعاب وكمان اولمبيه وابطال اولمبيين. لاعبتنا او اللعيبه الشباب والشابات النادي الاهلي شاركوا في البطوله العربيه وحققوا نتائج مبهره، ذهب، اربعه ذهب. النهارده هيكون معانا اربع ابطال محققين ذهب. هيكون معانا مين؟ هيكون معانا احمد سامح وهو لاعب رمي الرمح في النادي الاهلي، شاب، هو لسه مازال شاب يعني بيلعب في مرحله الشباب، ما لعبش في العمومي ونجح انه يفوز بالذهب، ذهب على بطوله عربيه بمسافه 69.26 متر. هيكون معانا كمان عمر حمدي، ده حقق ذهبيه في رمي المطرقه وحقق 64 متر 4.24. هيكون معانا كمان مرام محمد شبانه رمي القرص كمان وحقق الذهب، وهيكون معانا ايضا شهد محمد القفز بالزانه وحقق الذهب. اربع ابطال الحقيقه حققوا نتائج عظيمه، يمكن محدش اتكلم عنهم، محدش قال العيال دي عملت ايه او الابطال دول عملوا ايه، ولكن من حقهم يكونوا معانا ومن حقهم نلقي الضوء على كفاحهم، لان اللعبه دي او المنافسات دي الحقيقه بتبذل جهد كبير في ظل ضعف الموارد. اللعبه دي خلينا نتكلم بكل امانه، الولاد دي بتلعب في ظروف صعبه لان في ضعف للموارد، ولكن النادي الاهلي هنا بيجي دوره، هنا بيجي رعايه اللاعبين. كابتن ياسر داوود رئيس الجهاز في العاب القوى بيحتضن المجموعه دي، وان شاء الله يكون لهم شان كبير. انتظرونا في فقره الحواريه نتكلم معاهم في كل شيء يخصهم، احلامهم، طموحاتهم. ابطال من ذهب فعلا، ده حقيقه مش كلام، جايبين اربع ميداليات ذهب، ابطال ابطال ابطال، محتاجين نتكلم معاهم ونشوف طموحاتهم، وهنسجل عليهم كمان كل الكلام ده عشان بعد ان شاء الله وقت قريب لما نلاقي منهم حد بطل اولمبي نقول يا جماعه فاكرين احمد ولا عمر ولا مرام ولا شاهد قالت ايه معانا في برنامج الابطال. خلينا نروح لاخبارنا، هنبتدي بكره السله. يمكن كره السله بتتصدر المشهد. ليه؟ كره السله لسه عندنا تصفيات كاس العالم، في اتنين ويندو او بطولتين مجمعتين منتخب مصر هياخدهم عشان يتاهل لكاس العالم. طب احنا عملنا ايه في الدوره المجمعه الاولى او ويندو الاولانيه؟ الويندو الاولانيه في ثلاث فرق في مجموعتنا تساووا، احنا تساوينا مع السنغال وتساوينا مع الكونغو الديمقراطيه، كينيا يمكن بعدت عنا شويه، هم دول الاربع فرق اللي بيلعبوا الويندو ده. كل فرقه من الثلاثه الاوائل اول ثاني ثالث تساووا في النقاط، كسبت مباراه مباراتين وخسرت مباراه، يعني احنا خسرنا من السنغال، السنغال خسرت من الكونغو الديمقراطيه، واحنا كسبنا الكونغو الديمقراطيه، فكده كله متساوي. منتخب مصر بيقوده مدير فني اجنبي اسمه كوتش روي رانا كندي، وبالمناسبه هو من تولى فريق الشباب في كندا اللي لعب كاس العالم في مصر 2017 وفاز بالميداليه الذهبيه، فاذا هو صاحب سي في كبير. الراجل جه هنا وبدا لعب الويندو الاولانيه وحقق نتيجه الحقيقه احنا ما كناش يعني متوقعينها في ظل ضعف الاعداد اللي كان قبل البطوله او قبل الويندو، وكمان هو قدم متاخر كان جاي في وقت وبعد كده اصيب بكورونا في كندا فتاخر له اسبوعين ثلاثه، يعني كانت الظروف مكعبله، ولكن احنا لغايه دلوقتي يعني الحمد لله كويسين. طب الويندو الثانيه، الويندو الثانيه تبقى في اسكندريه، في اسكندريه يعني قلعه كره السله في مصر، فطبعا على سايد برج العرب هيحتضنها جمهور اسكندريه العاشق لكره
السله. طبعا جمهور مصر كله مدعو لهذه البطوله، ولسه هنشوف هنقول لحضراتكم المؤتمر اللي يعني اكيد لما يحصل مؤتمر فني او للويندو دي هنقول لكم الجماهير وعددها، لان كل الكلام ده بيبقى متفق عليه مع الاتحاد الافريقي. الكندي روي رانا استدعى 7 لاعبين من النادي الاهلي في قائمه الاولى لمنتخب مصر. مين هم الـ7 لاعبين؟ ايهاب امين نجمنا ونجم مصر، وايضا سيف سمير وعمر طارق وعمر عزب وعمر الجندي وعمر زهران ومحمد ابو النصر، وبيني وبينكم كده فرق ناف، بس كانت العمليه محتاجه لاعب او اتنين كمان الحقيقه. يعني احنا عندنا في القائمه النادي الاهلي صاحب الـ5 بطولات هذا الموسم من 5 بطولات، فاذا هو افضل فريق في مصر. طبعا هو اكتر نادي متاخد منه عدد من اللاعبين، ده وضع طبيعي، ولكن كان في لعيبه كمان تقدر تروح. يعني انا كنت من الناس اللي منتظر احمد اسماعيل يروح، ولكن انا سمعت ان هو اللي اعتذر، ما عندناش معلومه اكيده، ولكن احمد اسماعيل من اللعيبه اللي تستحق تكون مع منتخب مصر. ادى اداء كبير جدا بعد عودته من المملكه العربيه السعوديه في انتقال حر في يناير قادما من المملكه العربيه السعوديه، منضما الى النادي الاهلي كبديل لاحمد حمدي في مركز 4. والجميل في احمد اسماعيل انه بيلعب مركزي، مركز 4 ومركز 5، فكان هيبقى مفيد جدا جدا لمنتخب مصر. انا من وجهه نظري كان ممكن يكون اللاعب الثامن. ايضا في لعيبه كمان كان من حقها تروح، انا شايف ان في مجموعه كبيره في النادي الاهلي يمكن كان على رسوم احمد اسماعيل، مش عايز انسى حد، ولكن النادي الاهلي النهارده اثبت انه هو احسن فريق في مصر، وان شاء الله الجميل ان هو بينتظره مستقبل باهر، لان اللعيبه اعمارهم صغيره. خلينا نتكلم، هاب امين بنتكلم في 26 سنه 27 سنه، سيف سمير يعني 28 29، عمر طارق برضو في منتصف العشرينات، عمر عزب اوائل العشرينات، عندك عمرو الجندي 30 سنه وحتى 30 سنه ده مش كبير في كره السله، عمرو زهران بنتكلم في 21 22 سنه، محمد ابو النصر بنتكلم في 27 28 سنه. اذا متوسط الاعمار في النادي الاهلي متوسط اعمار منخفض، ومنتظر ان شاء الله مع صعود الشباب الموسم الجاي مع النادي الاهلي لا هيبقى في امور يعني هتبقى بشكل كبير افضل. وخليني اقول لكم ان انا يعني كان بيني وبين كابتن احمد الجرحي تليفون منذ ايام، كنت بطمن على الفرقه وبتكلم على الامور ده، وعرفت منه بعض الكواليس اللي حصلت خلال الموسم يمكن جمهور النادي الاهلي ما كانش يعرفها. ان شاء الله هنرتب لحضراتكم حلقه هيجي لنا فيها ان شاء الله الكابتن احمد الجرحي، وهيكون معاه الـ5 بطولات، كؤوس الـ5 بطولات هيكونوا معانا، وهنتكلم معاه عن تفاصيل بطوله بطوله والصعوبات اللي فيها. الحقيقه عرفت منه تفاصيل كتيره وحوارات دارت كتير ما بينه وبين مستر اجوستي بوش وكابتن احمد الجرحي. ويمكن انا عايز اقول حاجه جميله برضو، مستر اجوستي بوش النهارده كتب يعني تويته على تويتر، يمكن انا عجبتني جدا، معلش انا هخرج شويه عن الخبر، بس الحقيقه انا كان لازم اتكلم عنها، لان دي يعني قد ايه بتقول لك هو يعني كوتش يعني ليدر او قائد بمعنى الكلمه. الراجل قال ايه النهارده؟ قال ان موسم 2022 او 21 22 سيزون از ذا هيستوري بوكس، يعني موسم تاريخي، وقال فيري هابي فور ذا شامبيونشيب و اتشيفد، يعني هو كاتب ان البطولات اللي احنا خدناها، خلينا اقرا لكم الترجمه على طول، ان هو خد البطولات دي بطولات او موسم تاريخي بعدد البطولات اللي احنا خدناها. قال انا فخور جدا وبهدي الفوز ده للعيبه والجهاز، يعني الراجل ما نسبش الفضل لنفسه فقط ولكن قال للعيبه وللجهاز، وقال انه اعظم هديه ممكن ياخدها اي كوتش ان يكون معاه مجموعه اللاعبين دول او الاستاف ده. فاذا هو نسب النجاح مش لنفسه، وده منتظر من كوتش كبير يعرف قيمه النادي الاهلي ويعرف قيمه المجهود كتيم ورك ازاي. وعرفنا تفاصيل من كابتن احمد الجارحي انتوا هتفاجئوا بيها، تعرفوا قد ايه المكسب ما بيجيش من فراغ. ان شاء الله هنرتب الحلقه دي، وان شاء الله يكون فيها الكثير من المصارحه مع جمهور النادي الاهلي. اسف طولت في الخبر ده، ولكن كان فيها امور كتير لازم نتكلم عنها. هنروح لخبر يمكن امبارح فريق السيدات للكره الطائره خسر لقبه الافريقي امام فريق البنك التجاري الكيني بنتيجه 3-1، ولكن خلينا نتوقف هنا. يمكن الخساره كانت بعد اداء مشرف، يعني ما بنحبش نقول طيب دايما الكلمه دي، ولكن ندي لكل واحد حقه. ساعات الناس بتتضايق من كلمه اداء مشرف، ولكن في اداء رجولي، البنات الحقيقه ادوا اداء رجولي والنتيجه تقول. يمكن الشوط الاول خلص للفريق الكيني 25-18، الشوط الثاني 25-22 بعد برضه شوط كان كلوز جيم، جينا الشوط الثالث فزنا بيه 25-11، شايفين الفرق قد ايه. يمكن الشوط الاخير خلص بعد ماراثون 28-26. اذا هنا احنا بنقول ان الفريق نافس، ولكن ايه المشكله؟ الاجهاد. الفرقه دي ما خسرتش ولا مباراه في اثناء البطوله، يمكن اول خساره ليها هو الفاينل. الحاجه الثانيه احنا معلناش محترفه، المحترفه الاوكرانيه بصفوف الفريق تم استبعادها نتيجه لوائح الاتحاد الافريقي لكره الطائره، واللي اشترط على اي لاعب محترف او لاعبه محترفه انه يعني يبقى لازم يكون شارك 3 شهور في مع فرقته في الدوري. والحقيقه دي لوائح حقيقه متصلبه شويه، يعني لوائح الحقيقه كانت مفاجاه لينا وحرمتنا من جهود
اللاعب او اللاعبه الاوكرانيه. يمكن في الرجال ما كانش عندنا مشكله لان جاري كان بيلعب معانا الموسم، ولكن وكان مصاب بالمناسبه، احنا كنا محتاجين نغيره وما كناش قادرين. ولكن في السيدات الموضوع ده يعني اثر معانا جدا لانه الاجهاد بان على اللاعبات، ولكن بنقول لهم هارد لك، كلنا ثقه فيكم، انتوا ابطال الدوري والكاس هذا الموسم ان شاء الله لنا عوده، وقريبا ان شاء الله بطوله عربيه بطوله افريقيه. يمكن دي اول مشاركه بعد كورونا، ما كناش نتوقع منهم يعني طبعا ان هم يكونوا في التوب فورم، خاصه ان زي ما حضراتكم عارفين ان فرقتنا في الدوري المحلي مكتسحه تقريبا، يمكن ما فيش منافسه والاعداد ما كانش بالقوه الكافيه، ولكن اكيد اكيد ان شاء الله السنه الجايه لينا عوده ثانيه لهذا الفريق، ودائما ابدا بيوعدوا وبيحققوا باذن الله. هارد لك، وان شاء الله القادم افضل، وباذن الله النادي الاهلي هيشوف ما يحتاجه هذا الفريق ويدعمه بشكل كبير. هنروح لتنس الطاوله. تنس الطاوله عندنا نجمتنا يعني اسطورتنا بقى، وهي على السن ده الحقيقه انا مش عارف اقول ايه، يعني انا ما قابلنيش ابقى دايما اقول اسطوره على السن الكبير، ولكن لما تبقى لاعبه 14 سنه لسه ما كملتش عامها 15 وتعمل النتائج دي، فالحقيقه هي بقت اسطوره خلاص في سنها ده، هو ربنا كتب عليها كده. طبعا هي تقدمت بعد بطوله افريقيا اللي حصدتها 33 مركز في التصنيف العالمي للسيدات، وهيبقى ترتيبها انا هيبقى ترتيبها 33 في السيدات. انتم متخيلين يا جماعه؟ مستوعبين القصه؟ مستوعبين الاعجاز والمعجزه؟ وتخطينا يعني تخطينا حته انها تبقى معجزه، لا ده بقى اعجاز لما تبقى فتاتنا الذهبيه هنا جوده صاحبه ال 14 عام هي ترتيبها ال 33 على مستوى العالم في السيدات، ومش كده بس، وفي 19 سنه تصنيفها الثاني على العالم. يعني انا بجد ربنا يحميها بجد، وربنا يحفظها من نفسها ويحفظها يعني من العينين وكل شيء، لان الحقيقه هي ماشيه بخطى، لو مشت بالخطى ده مش بعيد تجيب لنا ميداليه اولمبيه، مش بعيد ان هي تجيب لنا يعني تتصدر التصنيف العالمي في معجزه. حتى هي في بطوله افريقيا فازت على اساطير كبيره في مشوارها، حتى النهائي يمكن في النهائي في قبل النهائي فازت على اسطورتنا الكبيره ونجمتنا الكبيره دينا مشرف المحترفه في المانيا، فازت عليها في قبل النهائي، وطلعت فازت على بطله نيجيريا في النهائي. فاذا يعني هي بارقامها بتتحدث والرانك العالمي بتاعها بيتحدث، يعني هي متصدره التصنيف العالمي تحت 15، تحت 19 متصدره التصنيف ثاني التصنيف. عندك في الكبار في السيدات 33 تصنيف عالمي، لا يعني ومنتظر انها تشارك في كاس العالم القادمه بسبب الرانك بتاعها والارقام اللي محققها. وبالمناسبه نهائي بطوله الدوري للسيدات في تنس الطاوله بيتلعب دلوقتي في اللحظات اللي احنا يعني فيها، واحنا معاكم ده بي 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 يعني الفاينل، وفي اخر مباراه بتتلعب، وان شاء الله هنقول لحضراتكم النتيجه ايه، وان شاء الله يعني ان شاء الله الفوز للنادي. وهنا مشاركه في الماتشات اللي بتحصل دلوقتي، ومشاركه كمان ان شاء الله لما ناخد باذن الله البطوله دلوقتي باذنك يا رب. ودي لقطات من ارض الملعب، خلينا شويه كده يا جماعه، يمكن دي المباراه الدولتلي، نادين الدولتلي بتلاعب نجمه وجزيره الورد، و 9-5 ليها في الشوط الكام يا جماعه؟ ده في الجيم الكام؟ هنعرف نقول لحضراتكم، ده الجيم الخامس. فخلاص يعني احنا بنروح احنا رايحين على نادين خلاص 10-5. خلينا مع بعض يا جماعه لما نشوف اللحظه التاريخيه دي، نادين بتلعب النقطه الاخيره في المباراه عشان ان شاء الله بعديها باذن الله نفوز، النادي الاهلي يفوز، نادين الدولات لكابتن الفريق نفوز باذن الله. بس الحمد لله هنا فوزنا، هو فوزنا هنا ببطوله الدوري، الف مليون مبروك. جايبين لكم الخبر على الهواء مباشره، ودي عاده قناه النادي الاهلي بتكون مع ابطالنا في كل مكان. الف مليون مبروك فوز النادي الاهلي بدوري تنس الطاوله سيدات، زي ما شفت حضراتكم النقطه الاخيره نادين الدولتلي. وبعد قليل هننتقل لهناك مع مراسلنا في ارض الملعب، على فكره موجودين في ارض الملعب، وهلقاءات مع هذا الانجاز وهذه البطوله الغاليه. يمكن دي السنه الثانيه على التوالي، مش الثانيه بقى، يمكن الرابعه الخامسه، دي طبعا لحظات الفوز والانتصار. الف مليون مبروك كابتن اشرف رئيس الجهاز، الف مليون مبروك كل من ساهم في هذا الانجاز الكبير، بطوله الدوري العام للسيدات لتنس الطاوله كما يعني وعدوا. والحقيقه يمكن هنا جوده رجعت من بطوله افريقيا ما ارتحتش وما يعني ما خدتش اي يوم راحه، راحت على هناك على طول شاركت مع فرقتها وفازت ببطوله الدوري. الف مليون مبروك. ان شاء الله هنروح لارض الملعب والصاله هناك عشان ناخد لقاءات مع ابطالنا بطلاتنا بطلات الدوري العام. الف مليون مبروك. وكالعاده قناه هنا جوده هي معانا في الكادر، يعني بطوله غاليه، وان شاء الله الرجال هيلعبوا بعديهم واكيد ان شاء الله
عمر عصر والرجال جميعا والبيلي ومش عايز انسى حد ولاشين كل نجومنا هيكونوا وشومان مش عايز انسى حد الحقيقه عشان ما حدش يعني يلومني ولكن كل نجومنا ان شاء الله اكيد هيحصدوا بطوله الدوري للرجال ايضا كما حصدته السيدات وده النادي الاهلي كل يوم بطوله كل يوم كاس بيبقى فيه اخفاقات في بعض البطولات ولكن الانجازات اكتر انجازات النادي الاهلي اكتر بكتير بطولاتنا في النادي الاهلي اكتر بكتير ولكن ان شاء الله كل ما محتاجينه هذه الفرق من دعم الفائز عشان يستمر في فوزه هيلقى الدعم من مجلس الاداره اللي اتعرض لاخفاق هياخد دعم وشفنا يمكن فريق كره الطائره رجال تعرض لاخفاق في الدوري والكاس وراح خد بطوله افريقيا يمكن ما كانش ابدا اتخلى عنهم مجلس اداره وكانت برئاسه كابتن محمود الخطيب وشفنا الفطار في رمضان مع اللاعبين واللاعبات وقال لهم كلنا ثقه فيكم وكلنا ثقه في ادائكم وان شاء الله هتجيبوا بطولات وهو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي زي ما قلنا بطولات كثيره لا حصر لو قعدنا نتكلم ما عندناش عندنا عايزين حلقات وحلقات. فاذا مش عايزين نقف على اي اخفاق بيحصل ولكن دايما نبص على حجم الانجاز الكبير اللي بيحصل جوه النادي الاهلي وحجم الكوادر الكبيره هنا جوده بنت النادي الاهلي اللي النهارده بتاخد بطوله افريقيا مع المنتخب بنت النادي الاهلي اذا في انجازات وفي كوادر كبيره بتطلع من النادي الاهلي وهذا هو قدر النادي الاهلي ولا ابدا 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 حد يقدر يقلل من دور النادي الاهلي وبطولاته. طيب هنروح لخبر يعني الحقيقه طريف شويه يمكن كره الماء الطريف مش ده الطريف الخبر هقول لكم ايه الثاني كره الماء عندها بعد نصف ساعه مباراه في الدوري أو بطولة الجمهورية مع نادي الزمالك، البطولة هتتلعب في حمام السباحة بالنادي بالجزيرة، حمام سباحة النادي الأهلي فرع النادي الجزيرة، فرع الجزيرة يعني. والمباراة هتتلعب 8:30، طب المباراة الأولى خلصت إزاي؟ خلصت بنتيجة 5-0 نادي الأهلي، ليه؟ عشان نادي الزمالك انسحب. غريبة موضوع الانسحاب ده. يعني 5-0 وانسحاب وكان على حمام السباحة بفرع النادي الأهلي بالجزيرة. النهاردة يا ترى هينسحب ولا لأ؟ الله أعلم. محدش عارف. طيب مين اللي بيقود الجهاز؟ الكابتن وليد عزت مدير فني ووليد وصفي مدرب عام وعمر سامي مدرب وسيف ممدوح مدير اداري وسامح العاشري اداري وخالد بن عيسى محلل الاداء واحمد اكرم اخصائي تاهيل وهنقول لحضراتكم لو المباراه ابتدت خلال الحلقه هل تم انسحاب الفريق ولا لعبوا وجم يعني هنقول لكم ايه اللي حصل بالظبط من خلال طبعا مراسلنا هناك في نادي اهلي الجزيره. طيب هنروح لخبر الاسكواش وده اخر خبر معانا داخل جدران النادي الاهلي. مصطفى عسل نجمنا ويوسف سليمان نجومنا في الاسكواش اخبار ترتيبهم ايه؟ اخبار ترتيبهم في التصنيف الدولي يمكن مصطفى عسل حافظ على ترتيبه الرابع عالميا بعد ما فاز بثالث بطوله العالم في الفردي واللي اتلعبت منذ ايام على الملعب الزجاجي بمتحف الحضارات، اما يوسف سليمان فتراجع مركز وحيد ليحتل المركز ال 17 بعد ما كان المركز ال 16 في الشهر اللي فات او نشره محترفي او بي اس اي منظمه المحترفين للسكواش اعلنت التصنيف الشهر ده وتراجع مركز واحد يمكن ال 17 ال 16 تفرق شويه في الدرو او في القرعه. ولكن برضو يوسف قادر ان شاء الله انه يعني يطلع تاني ويخش في التوب 8 يوسف مصطفى عسل ويوسف سليمان اتنين شباب حاجه و20 سنه في اول العشرينات لسه بينتظرهم مستقبل باهر والنادي الاهلي بالمناسبه واقف في ظهرهم جامد جدا وكان مصطفى عسل ليه تصريح ساعه كان بيلعب مباراته كساعه ماتش الاهلي في بطوله افريقيا والحقيقه الراجل كان متاثر وما كانش مركز في الملعب الحقيقه وكان مركز مع فرقته وهو ده الانتماء كده نكون خلصنا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي خلينا نطلع لفاصل نرجع بعد الفاصل نكمل اخبارنا المحليه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وبفكر حضراتكم بالخبر الابرز النهارده معانا وهو فوز سيدات الاهلي للتنس الطاوله ببطوله الدوري العام منذ لحظات وكنا لحضراتكم يمكن اخر نقطه في نادين الدولات لاخر نقطه في المباراه واللي بعدها يعني توجت سيدات التنس الطاوله بالنادي الاهلي ببطوله الدوري العام والحقيقه ده انجاز كبير يمكن الرجال هتلعب بعديهم الف مليون مبروك وخلينا نروح لارض الملعب وزميلنا محمد توفيق ولقاءات مع كابتن عادل شومان مدرب السيدات ومدرب العام للسيدات ونجمتنا الصاعده الواعده الاسطوره هنا جوده وكابتن الفريق واحد ابرز نجوم مصر في تنس الطاوله نادين الدولاتلي اتفضل يا محمد. مساء
مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وانتصار جديد للنادي الاهلي وانسات النادي الاهلي بطلات الجمهوريه لتنس الطاوله، الفوز بالدوره المجمعه الاولى اللي كانت 15 من شهر مايو الماضي، والنهارده كمان 1 يونيو هنا من صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه سيدات الاهلي بطلات للدوره المجمعه الثانيه وبطلات لدوري الجمهوريه او الدوري العام لتنس الطاوله. يسعدنا بعد انتهاء اللقاء فورا دلوقتي والفوز على جزيره الورد بثلاث اشواط او ثلاث مباريات مقابل مباراتين يكون معنا كابتن عادل شومان مدرب الفريق. كابتن عادل الف مبروك الفوز، يمكن مباراه اخيره مع جزيره الورد كانت مباراه كبيره ولكن الغلبه الحمد لله كانت لانسات النادي الاهلي، الف مبروك الفوز وقولي على المباراه النهارده. اولا الحمد لله والله يبارك في حضرتك ومبروك للنادي الاهلي ورئيس النادي الكابتن محمود والاعضاء مجلس الاداره والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي على دعمهم لنا. والله النهارده المباراه كانت صعبه جدا، الحمد لله احنا كده كده كنا يعني كنا فايزين بالدوري حتى قبل المباراه دي، يعني بعض اللعيبه كانت عايزه تريح فانا قلت لهم لا ما ينفعش ان الماتش متذاع، لازم نكسب. والحمد لله كان ماتش صعب جدا وخصوصا ان احنا برضو عندنا لعيبه مصابه ما لعبتش، فالحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نكسب المباراه 3-2 وزي ما انت كنت شايف الماتش كان صعب. يعني كابتن علي، يعني الدوري المجمعه الاولى العلامات كامله 7 ماتشات 21 نقطه، كمان الدوري المجمعه الاولى والثانيه بالعلامه الكامله، يعني اهم المحطات يمكن جزيره الورد النهارده في اخر مباراه هو الفريق في المركز الثاني، اهم المحطات على مدار البطوله. والله الدورة المجمعة الأولى كانت صعبة جدا لأن نادي الزمالك كان كامل بلاعبته والحمد لله احنا قدرنا نكسبه 3-1. جزيرة الورد في المجمعة الأولى كسبناها 3-0، الزمالك في المجموعة دي كسبناها 3-0، وكان المفروض الماتش بتاع الزمالك يجي بقى النهائي والاتحاد طلب مننا ان يكون جزيره الورد هو اللي يكون نهائي، فاحنا وافقنا عادي ما عندناش مشكله خالص، فكسبنا الزمالك امبارح والنهارده بنلعب مع جزيره الورد والحمد لله ربنا وفقنا والف مبروك لحضرتك. اخيرا تقول للاعبات النهارده يمكن اداء اكثر من رائع، احنا جوده بتكسب مبارتين نادين الدولات اللي بتكسب المباراه الاولى ولكن في المباراه الثانيه بتعوض واداء اكثر من رائع النهارده. والله انا بقول للعيبه لكابتن نادين الدولات لي اول حاجه يعني كتر خيرها، هي بتشتغل متجوزه مخلفه وراها بيت وانها تلعب بالاداء دون كتر خيرها واحنا بنشكرها، مع اللاعبه المعجزه هنا جوده اللي هي عندها 14 سنه واحنا يعني معتمد اعتماد كل عليها يعني، فانا بشكرهم مع باقي اللاعبين اللي هي مروه وساره وفريده وعايده الحمد لله يعني. الحمد لله كابتن، احنا دايما موافقين باذن الله. كابتن هيثم مكملين لقاءاتنا ومن ضمننا دلوقتي على نجمات النادي الاهلي معانا يعني اللاعبه المعجزه بطله افريقيا بقى مش بطله بس مصر هنا جوده. هنا في البدايه يعني كابتن هيثم كان مبارك لك في اخر حلقه على بطوله افريقيا، الف مبروك بطوله افريقيا الاول وكمان الف مبروك بطوله الدوري، يمكن كان لكم دور كبير النهارده في المباراه النهائيه بتلعبوا مباراتين وبتكسبوا الاثنين. مبسوطه جدا الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب مع اننا كنا اصلا داخلين الماتش عارفين ان احنا هناخد يعني كده كده الدوري كان يعني كنا كسبناه من النهارده الصبح اول ما كسبنا المعادي، بس كانت مهمه قوي الحمد لله ان احنا يعني نكسب الماتش ده عشان يعني يبقى الاهلي كسب كله ما خسرش من حد الحمد لله ربنا كرم يعني، ولعبنا كلنا وعملنا اللي علينا مع اننا كلنا كنا تعبانين قوي يعني محدش قادر بس الحمد لله ربنا استرها يعني. يعني بطولة افريقيا بقى يعني كلمينا ده اول لقاء ليكي بعد الفوز ببطولة افريقيا تقول عنها ايه واكيد كان وصلك مساند جماهير النادي الاهلي هناك. انا يعني البطولة دي كانت السيمي فاينل مع الدينامو مش كان صعب قوي صراحة، يعني انا مبسوطة جدا ان انا الحمد لله عرفت اكسب يعني وكده، بس الماتش كان قريب جدا والفاينل ما كانش فيه حاجة الحمد لله كان سهل قوي، بس فالحمد لله ربنا يعني كرم في البطولة دي وانا مبسوطة جدا يعني ان انا بمثل اسم الاهلي كل حتت يعني، وشكرا لكل الدعم يعني كل الناس. هنا اللي جاي بقى شايفاه ازاي وتقولي لجماهير النادي الاهلي انت خلاص بقينا المصنف الاول على العالم تحت 17 سنه ويعني 25 على العالم في الترتيب العام، يعني شايفه ده ازاي واللي جاي شايفاه وطموحك وتقولي لجماهير النادي الاهلي كلها. انا مبسوطه جدا وان شاء الله يعني اكمل واحاول يعني عشان يعني اعمل احسن حاجه عندي في كل وقت وان شاء الله يعني ربنا يكرم يعني. شكرا لكل شكرا يا هنا ودايما موافقه باذن الله. كابتن هيثم مكملين لقاءاتنا ومن ضمننا يعني بطله بجد نادين الدولات للاعيبه النادي الاهلي، نادين يمكن المسؤوليات كترت وخلاص بقى في بيبي دلوقتي وكمان جواز ومع ذلك الحمد لله من اللعيبه القليله قوي اللي مكمله بعد الحياه الزوجيه زي ما بنقول. يمكن النهارده اول مباراه ما كنتش موفقه شويه لكن في مباراه ثانيه قدرت ترجعي وترجحي كفه النادي الاهلي.
الحمد لله، هو ماتش كان صعب جدا. طبعا يسرى النهارده لعبت حلو جدا بصراحه، من احسن المرات اللي شفتها، وهي فعلا عرفت انها تمسك نفسها احسن مني شويه، بس الحمد لله هنا عرفت تكسب ماتشين مهمين عشان يوصلنا للماتش الخامس الحمد لله. وانا كنت خلاص مش هعمل كده تاني، هركز واخد بونت بونت، ولازم نكسب لازم. يعني اللعيبه الخبره اللي في الفريق بتقول ايه للعيبه، بتتكلموا معاهم ايه؟ يمكن اخر مباراه كنا حاسمين اللقب وكانت مباراه تحصيل حاصل، لكن اعتقد كان تارجت مهم بالنسبه لكم انكم تكسبوا 7 مباريات. ده اكيد طبعا، يعني المكسب ما كانش هيبقى ليه طعم من غير الماتش ده، عشان احنا دايما متعودين نكسب ماتشاتنا كلنا في الدوري، والحمد لله بقى لنا 3 سنين ما خسرناش ولا ماتش كامل، فده طبعا ليه طعم تاني. كنت بحاول اخليهم، وكابتن عادل وكابتن احمد بنحاول نخليهم، يا جماعه الماتش ماشي، احنا اول ممكن نلعب ستريس اقل شويه، بس احنا لازم نكسب، احنا لازم نكسب عشان طعم الفوز فعلا مختلف. بس وهم كلهم بصراحه بيعملوا عليهم وزياده، يعني كله بصراحه تعبان جدا، البطوله كانت صعبه، مكبوسه في 2.5 يومين، فكانت صعبه جدا، بس الحمد لله عرفنا نتغلب، يعني الحمد لله. الحمد لله يا رب، دايما علينا نعمه ودايما علينا الانتصارات. تنس الطاوله الاساسيه دايما بطل الدوري. ايه اللي جاي؟ الطموح بتفكروا في ايه في اللي جاي؟ والله هو المفروض كده الموسم خلص الحمد لله، المفروض ده يبقى احتمال يكون في انديه عربيه نص السنه الثاني، بس الموسم بقى يبدا تاني شهر 9 ان شاء الله، نستعد له كويس. الرسالة اللي بتقولها للنادي الاهلي بعد الفوز، ودايما متالقين ودايما عند حسن ظن جمهوركم. ميرسي جدا لكل اللي بيتابعونا طبعا، وكل اللي بيدعوا لنا ميرسي جدا، ويا ريت تتفرجوا على ماتشات البينج بونج اكتر واكتر، لانها ماتشات ممتعه جدا زي ما انتم شايفين كده، محدش كان عارف مين هيكسب اصلا. بس وشكرا جدا، وشكرا ليكم انكم جيتوا، وشكرا للناس كلها، ميرسي. شكرا، ودايما بالتوفيق ودايما موفقين زي ما الابطال باذن الله. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا هنا من صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه بعد انتهاء المباراه النهائيه ما بين الاهلي وجزيره الورد، وفوز النادي الاهلي 3-2 بالمباراه، وبكده يكون النادي الاهلي حصد العلامه الكامله، 7 مباريات فوز من 7 مباريات. النادي الاهلي بطل الدوري المجمعه الاولى برصيد 21 نقطه، وبطل الدوري المجمعه الثانيه برصيد 21 نقطه، وبالتالي هو البطل العام او بطل الدوري العام لانديه تنس الطاوله. يا رب دايما النادي الاهلي في انتصارات، ودايما النادي الاهلي رقم 1. كمل كابتن هيثم اتفضل. مرسلنا العزيز محمد توفيق من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا، الف مليون مبروك فوز السيدات ببطوله دوري تنس الطاوله منذ لحظات، ودي اللقاءات من ارض الملعب. وبالمناسبه دي مباراه على الهواء شغاله، البيلي نجمنا نجم النادي الاهلي بيلعب المحترف الصيني في نادي الزمالك، والشوط الاول انتهى 11-2 للبيلي. هنا بيظهر تفوق البيلي على محترف نادي الزمالك الصيني بنتيجه 11-2 في الشوط الاول، وده الشوط الثاني هنقول لحضراتكم النتيجه كام ان شاء الله. مين اللي بيمثل زي ما حضراتكم شايفين بره؟ هقول لحضراتكم فرقتنا مين. فرقتنا فيها البيلي طبعا اللي بيلعب معانا، سيد لاشين كابتن الفريق، عمر عصر، شومان، شادي مجدي، دول اللاعبين الفريق الاول لتنس الطاوله رجال، واللي بيخوضوا دلوقتي المنافسات مع نادي الزمالك في بطوله الدوري. يمكن شايفين الحماس والتشجيع من زملائه بنفس الفريق. يمكن البيلي من احد يعني افضل اللاعبين اللي جم في مصر الحقيقه، يعني احنا عندنا مجموعه كبيره جدا 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 من اللاعبين المميزين، طبعا راسهم زي ما قلت لحضراتكم لاشين وعمر عصر وشومان وشادي مجدي والبيلي. وبفكركم الشوط الاول انتهى بفوز البيلي 11-2 على المحترف الصيني بصفوف صفوف نادي الزمالك، والنتيجه دلوقتي في الشوط الثاني اللي احنا شايفينه 2-0. وتباعا هنجيب لحضراتكم لقطات من ارض الملعب باذن الله. هنروح للاخبار المحليه عشان نطلع نستقبل ضيوفنا نجوم او ابطال العاب القوه. هنروح لكره اليد، لازم حضراتكم تابعتوا على شاشه قناه النادي الاهلي الحلقه اللي فاتت، كنا جبنا لحضراتكم فعاليات قرعه بطوله افريقيا لكره اليد، يمكن كانت القرعه اتعملت ولكن لم يتحدد شكل البطوله ولا موعد. هقول لكم بقى المواعيد شكلها ايه. اولا البطوله هتتلعب من 9 ل 19 يوليو اللي جاي. حلو، طيب هتتلعب فين؟ هتتلعب في صاله الدكتور حسن مصطفى او مجمع الدكتور حسن مصطفى والصاله الدوليه مدينه 6 اكتوبر في صالتين، تمام كده؟ طيب وهيشارك فيها كام دوله؟ 14 دوله، دي التفاصيل بقى. جدول الماتشات، هتبتدي البطوله يوم 11 يوليو وهتستمر 3 ايام 11 12 13 ويوم 14 يوم راحه. بعديها هتتلعب منافسات كاس الرئيس، دي بتبقى على الفرق، ده الجدول طبعا جايبينه لحضراتكم. هتتلعب منافسات كاس الرئيس على الفرق من 9 لل 14. اما الفرق الثانيه بقى من الاول للثامن هتلعب من 15 ل 18، يعني هياخدوا راحه من 13 هياخدوا 14 راحه، وبعد كده هيلعبوا 15. من 15 ل 18 يكون كل المراكز من الاول للثامن تكون اتحددت. طب البطوله دي اهميتها ايه يا جماعه؟ البطوله دي بتاهل اول 5 لبطوله العالم القادمه، في هتتلعب في بولندا والسويد في اول او مطلع العام القادم. طب ايه المجموعات بتاعتنا في افريقيا؟ المجموعه الاولى هيكون فيها منتخب المغرب
ومصر طبعا والمغرب والكاميرون، دي المجموعه الاولى ثلاث فرق بس. هنخش على يمكن كمان احنا عندنا هنا ميزه ان احنا مجموعتنا ثلاث فرق فقط، مصر والكاميرون والمغرب، فهيبقى عندنا يوم راحه كمان، يوم راحه كمان، وده بتبقى ميزه الدوله المستضيفه، بيبقى ليها بعض المميزات البسيطه. المجموعه الثانيه الجزائر، الجابون، غينيا، كينيا. المجموعه الثالثه تونس، الراس الاخضر، نيجيريا، دي برضو ثلاث فرق في هذه المجموعه، المجموعه الثالثه. المجموعه الرابعه انغولا، الكونغو الديمقراطيه، السنغال، زامبيا. طيب احنا قلنا ان في خمس فرق هتروح كاس العالم، بطوله العالم، احساس حلو جدا وانت بتلعب الحقيقه، وانت عارف ان منتخبك يعني ان شاء الله يعني داخل يعني لو في اسوأ الظروف، احنا بنتكلم في التاني، بس ان شاء الله احنا بطل افريقيا. وبالمناسبه احنا هنصطدم بتونس في قبل النهائي، اللي هي يعني دايما بنصطدم بيها في النهائي، فيمكن هيبقى في نهائي مبكر، هيبقى النهائي المبكر غالبا يوم 17 18، هيبقى النهائي قبل النهائي هيبقى 17. فبيبقى شعور حلو لما تلاقي منتخبك كده في لعبه جماعيه، انت بتتكلم بقلب جامد ومش همك الدنيا ومش قلقان، بيقول لك خمس فرق طالعين بطوله العالم، انا ان شاء الله منهم، وانا يعني بتكلم يعني وانا مرتاح. وهي دي ميزه كره اليد في مصر، دايما مديها الامان لجمهورها كله ان منتخبها دايما هيكون في المقدمه سواء افريقيا او عالميا. هنروح لخبر اخر يخص الخماسي الحديث. يمكن الاتحاد الخماسي الحديث برئاسه المهندس شريف العريان كان بينظم بطوله العالم منذ اسابيع قليله في الجامعه الامريكيه بالقاهره، النهارده بينظموا بطوله عالم ثانيه هتبقى في الاكاديميه البحريه بالاسكندريه. الاتحاد المصري الخماسي الحديث برئاسه المهندس شريف العريان اعلن ان الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندريه هتستضيف بطوله العالم للكبار، وهتتلعب في الفتره من 24 لحد 31 يوليو اللي جاي باذن الله. وكان المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قرر بالاجماع في شهر 3 اللي فات عن اسناد تنظيم البطوله دي لمصر بدل من الصين، واللي اعتذرت عن تنظيمها بسبب الاغلاق اللي حصل في الصين بسبب فيروس كورونا. وقال المهندس شريف العريان ان مجلس اداره الاتحاد المصري حدد اختيار ملاعب الاكاديميه البحريه بعد ما تشاور مع مسؤولين ده شعار البطوله، بعد ما تشاور مع مسؤولين في وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه، وتم توقيع العقد مع المسؤولين في الاكاديميه. واكد باشمهندس شريف ان اسباب اختيار الاكاديميه ان فيها ملاعب ممتازه على اعلى مستوى وفي محيط واحد وملائمه لاشتراطات الاتحاد الدولي حسب النظام الجديد الخماسي الحديث، واللي بيشترط اقامه خمس مسابقات في 90 دقيقه بس. وكمان تكلفة التنظيم في الأكاديمية أقل، لأن الأكاديمية فيها أماكن لإقامة اللاعبين اللي هو طبعا بيسموه الدورم أو مكان سكن الطلاب، بيستخدم لإقامة اللاعبين والوفود المشاركة. وكمان الطقس في اسكندرية هيكون أحسن كتير في القاهرة من القاهرة في التوقيت ده، لأن طبعا شهر 7 هيكون الحر على أشده في القاهرة. كل التوفيق للمهندس شريف العريان والاتحاد ولاعبنا ولاعبتنا، على رأسهم طبعا الجندي ان شاء الله اللي بنتمنى له الشفاء العاجل عشان يلحق بالبطوله، لانه في مرحله دلوقتي التاهيل والعلاج الطبيعي، لانه عنده اصابه في كتفه كان استدعت عمليه جراحيه. ان شاء الله الخماسي يكون على الموعد كالعاده. هنروح لمنتخب سلاح الشيش. منتخب سلاح الشيش مشارك في بطوله افريقيا اعلن قائمته النهائيه. الجهاز الفني للمنتخب الوطني رجال سلاح الشيش اعلن قائمه اللاعبين اللي المفروض هتشارك في بطوله افريقيا اللي جايه، واللي هتكون في الفتره من 13 لحد 20 يونيو اللي احنا فيه، وضمت القائمة كل من علاء أبو القاسم ومحمد ماهر حمزة ومحمد عصام ومحمد حسن وعبد الرحمن طلبة. وكان قال كابتن عبد المنعم الحسين رئيس الاتحاد إن منتخبنا ماشي بشكل كويس وبيستعد بقوة للبطولات اللي جاية بإذن الله، وده استعداد لبطولة العالم اللي هتستضيفها مصر في الفترة من 15 لحد 20 يوليو. يبدو أن شهر يوليو هو شهر البطولات الكبرى اللي جاي، واللي هتكون إن شاء الله تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. مصر في شهر 7 هتنظم اكتر من بطوله كبيره زي الجمباز واليد والسلاح والخماسي. زي ما قلت لحضراتكم يبدو ان شهر 7 سيشهد البطولات الكبرى على ارض مصر. كل التوفيق لمنتخباتنا ولابطالنا الدوليين. التايكوندو. التايكوندو المصري يواصل التالق بحصد 9 ميداليات في بطوله النمسا الدوليه، والتايكوندو من الاتحادات اللي عملت قفزه كبيره في اخر 4-5 شهور. منتخبنا الوطني للتايكوندو بقياده مديره الفني الكابتن اسامه سيد حقق 9 ميداليات في بطوله النمسا الدوليه، واللي اتلعبت في مدينه انسبورك النمساويه خلال ايام 28-29 مايو اللي فات. وحقق لاعيبه منتخبنا 9 ميداليات بواقع 5 فضيات و4 برونزيات. الميداليات الفضيه جاءت كالاتي: ايه شحاته في وزن 67 كيلو جرام، واياد بركات في وزن 68 كيلو جرام، وشهد سامي في وزن 49 كيلو جرام، ورامي عيسى في وزن 74 كيلو جرام، ويوسف منصور في وزن 54 كيلو جرام. أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب سيف عيسى بطلنا الأولمبي في وزن 80 كيلو جرام،
ونادين محمود في وزن 62 كيلو جرام، وتوقع شعبان في وزن 73، وميسون إيهاب في وزن 73 كيلو جرام. البطولة دي من البطولات المتوسطة المستوى، لكنها إعداد مهم قبل المشاركة بقى في بطولة العالم أو بطولة الجائزة الكبرى واللي هتتلعب كمان أيام في روما. وخليني أقول لكم إنه يعني التايكوندو أو الألعاب دي أنت بتلم نقط عشان تعمل رانك كويس، عشان لما تروح أولمبياتك اللي جاية أو بطولاتك العالم تبقى رانكك معروف هتلاعب مين والدروب بتاعك شكله إيه. دي حسابات دقيقة، وفي ناس مختصة في الاتحاد قاعدة بتحسب لكل لاعب عشان يوصل لترتيبه كويس إزاي عشان يأفويد أو أنه يتجنب ملاقات لعيبة معينة في البطولات الكبرى. التايكوندو مش بس بطولة أنت بتشارك فيها وخلاص، أو الألعاب الفردية زي المصارعة، زي رفع الأثقال، زي غيره، ولكن بتعتمد بالرنك العالمي عشان تقدر تحدد أنت في 2024 هتعمل إيه. نرجع للخبر الأبرز لينا، وهو فوز السيدات ببطولة الدوري العام للتنس الطاولة. ألف مليون مبروك. ودي لقطات من الشوط الثالث يا جماعة، ولا الشوط الثاني؟ الشوط الثاني، البيلي والمحترف الصيني بصفوف نادي الزمالك، والنتيجة حتى الآن 1-0 للبيلي. انتهى الشوط الأول 11-2 للبيلي. النتيجة كام يا جماعة في الشوط الثاني؟ 10-8 لمين؟ للبيلي. البيلي إذن بيتقدم في الشوط الثاني 10-8، ويتبقى نقطة الفصل إن شاء الله. خلينا نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين عشان نستقبل ضيوفنا وأبطالنا، أبطال ألعاب القوة، الناشئين والشابات والشابات، الشباب والشابات لألعاب القوى في النادي الأهلي، واللي شاركوا في البطولة العربية في الفترة اللي كانت من 22/5 حتى 28/5 اللي فات في تونس وفازوا بالذهب. خلينا نشوف أحلامهم وطموحاتهم ونبارك لهم على الفوز على الهواء، لكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. في البداية برحب بأبطالنا، أبطال ألعاب القوى للشباب اللي شاركوا في البطولة العربية في تونس وفازوا بالذهب. برحب بالبدايه بعمر حمدي صاحب 19 عام، خد ذهب او احرز المركز الاول في منافسات المطره. اهلا بيك يا عمر. اهلا، مبروك. الله يبارك في حضرتك، انجاز كبير وطبعا منورنا في قناه النادي الاهلي. شكرا. برحب باحمد سامح صاحب 18 عام واللي حقق ذهب في رمي الرمح. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بحضرتك ومبروك. الله يبارك فيك. ما شاء الله. انا عايز اقول لكم احمد يعني فوق ال 2 متر، بسم الله ما شاء الله، يعني الرمح انت مش محتاج تتعب، انت بس يعني من فوق لفوق كده تروح الدنيا تبقى كويس. قول لي يا احمد، انت البطوله كانت في تونس، شاركته ازاي؟ الاستعدادات كانت ازاي؟ يعني كلمني قبل البطوله ايه اللي كانت الدنيا استعدته لها ازاي؟ هو كان في طبعا بطوله قبل بطوله تونس اللي هي بطوله الجمهوريه، وحققنا فيها رقم كويس، بس كنا طبعا التارجت بتاعنا كلنا رايحين بطوله تونس طبعا الاول، وطبعا عايزين نعمل ارقام تأهيل بطولة العالم. وفي ناس الحمد لله عملتها، وفي ناس قربت خلاص ليها. طب انت عملت يعني انت حققت رقم؟ حققت رقم بطولة العالم هناك 69 26. مذاكرين احنا 69 26، ده رقمك اللي حققته في البطولة العربية. ده رقم حققته في البطولة العربية، وده رقم يأهلك لبطولة العالم. رقم يعني 69 متر بطولة العالم فحققته الحمد لله. انت خلاص انت كده مشارك، كسرت الرقم ب 26 سنتي. طيب الرقم ده انت حققته في مصر بمسافر احمد؟ لا انا محقق في مصر اخر رقم شخصي 64 متر. 64، يعني انت ما شاء الله حققت اعلى من اللي انت بتحققه. اعلى من انا حققته بس ب5 متر. ده ما شاء الله يعني الله. طب ده ترجعه لايه؟ يعني ليه انت حققت؟ يعني دايما يقول لك الطبيعي بتحقق اقل من اللي انت بتجيبه في بلدك، يعني ممكن اقل متر بتاع نتيجه الرهبه والبطوله والاجواء. طب ايه اللي يخليك ما شاء الله تحقق 5 متر اباف الرقم اللي انت بتحققه هنا او اعلى من الرقم اللي حققته؟ طبعا عشان اول حاجه طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وثاني حاجه دي اول بطوله دوليه ليا، فكانت حماس بقى منتخب وكده. حماس حماس يكسر الدنيا. فكانت الحمد لله يعني اول رميه هي اللي جت على طول. اول رميه؟ مش انت جبت ده من اول رميه؟ الحمد لله. بسم الله ما شاء الله، يعني بجد حاجه جميله جدا جدا. طب مدربينك في مصر توقعوا ده؟ لا كانوا مش متوقعين، هم اتفاجئوا. فاجأتنا يا جدع. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا احمد. والله عمر اجي لك نفس الكلام، ايه الاستعدادات؟ رحت ازاي وتأهلت ازاي بطوله عربيه؟ كنت لعبت بطوله جمهوريه رميت فيها 66 14، وبعدها انا كنت جايب مركز اول فتأهلت لبطوله العرب. ممتاز. بس لسه ما رميتش رقم التأهيلي بتاع بطوله العالم، ان شاء الله ارميه يعني الفترة اللي جاية دي. وبعدها هتجيبه ان شاء الله. يعني وعايز اقول لك ان شاء الله اجيبه. انت قبل ما تسأل انت حققت 64 24 هناك صح؟ 44 اسف، 64 44 هناك في تونس. مش مذاكر. وانت رقمك في العادي بتجيب 66، فوق ال 66. انا جايب 66 14 ده هنا في مصر. الجمهورية. طب والجمهورية دي ما تأهلكش بطولة عالم؟ لازم رقم التأهيلي 68 30.
60 يعني انت لو كنت جبته في الجمهوريه فاضل لي 2 متر 2 متر وكم سنتي وكم سنتي بيهم طب ايه البطولات اللي جايه ممكن تشارك فيها وتحقق فيها الرقم يعني لو حققت في الرقم ده تتاهل لو في بطوله جمهوريه لو رميت فيها ان شاء الله اتاهل وفي بطوله افريقيا مش عارف اتلعب ولا لا بس هو طب اقرب بطوله جمهوريه اقرب واحده امتى اقرب بطوله جمهوريه اقرب واحده مش عارف بصراحه مش عارف ما بتحدد يعني هل السنه دي في 2022 ولا في 2023 ولا يعني انت طب انت لعبتها قريب امتى بطوله جمهوريه بطوله جمهوريه لعبتها لا مش فاكر مش فاكر يعني 2022 بتهيألي يعني اربع خمس شهور بس 2022 بس يعني فاكر امتى كانت يا احمد ابو حميد ما بتبقى بنفس التوقيت شهر واحد مثلا قبل بطوله تونس بشهرين ثلاثه كان في تجارب في انا لعبت قبلها بقى يعني قول مثلا في شهر مارس في شهر ثلاثه كانت مارس ثلاثه يعني قصدي اقول لك ان انت لعبتها في مارس فبتهيألي احنا دلوقتي في شهر خمسه بتعليها بتعمل في السنه بطوله جمهوريه واحده ولا ممكن اكتر من واحده؟ لا ممكن اكتر عادي فممكن بتهيألي شهرين تجارب لو ما فيش بطوله جمهوريه بيبقى في تجارب طيب يعني التجارب دي ممكن تتأهل منها برضه؟ طب هايل ممتاز فانت فاضل لك يعتبر 2 متر وشويه عشان تجيب رقمك طب قول لي ليه اخترت المطرقه؟ هو انا زمان كنت بلعب جوله قرص مع كابتن عيد بعدها كابتن عيد هو انا كنت بهزر شويه في التمرين بصراحه فكابتن عيد راح كان في كابتن محسن كان هو ملعب القرص والمطرقه والرمح كله لازق في بعض طبعا فكابتن عيد خلاني اخش مع كابتن محسن اجرب المطرقه بعدها يعني وانا قلت لكابتن عيد ان انا اتمرن الاثنين قرص ومطرقه عشان كنت بحب القرص اكتر من الجله فكنت عاوز اتمرن قرص هو بعدها كابتن محسن يعني انا فضلت اتمرن شويه الاثنين واخترت في الاخر ان انا اكمل مطرقه وبعد ما كملت في مطرقه كابتن محسن مشي سافر قطر تمام فضل معايا كابتن في كابتن خالد جه واحنا بقى قاعدين مع بعض بقى لنا 6 7 سنين مطرقه خلاص انت بقيت مطرقه كده مع كابتن خالد ما بتحنش للرمح شويه او سوري للقرص شويه ولا لا؟ كان كابتن عبد النعيم عاوزني انا واحمد اخويا لا يا شغلانه بقى هنروح ونرجع لا مش شغلانه انت شويه قرص وشويه لا يا عم خليك في المطرقه وانت ما شاء الله بنيانك يعني بنيان لا لا يا بنيان لعيبه المطرقه يعني يمكن احمد رمح بيبقى طويل بقى لي شهرين بس شهرين رمح بس عشان بسرعة نتكلم كنت بتلعب ايه الاول؟ بلعب هاند بول كنت بلعب بقى لي بتاع 13 سنه كده في الاهلي هنا كلم جد؟ لا ده انت طلعت اكتشاف استنى يعني انت كنت بتلعب هاند بول بلعب هاند بول بتاع 13 سنه كان انا رمح ايه؟ باك ليفت طب وايه اللي خلاك تبطل هاند بول؟ ما بطلتش انا بلعب لغايه دلوقتي بس مشيت من النادي الاهلي دلوقتي بلعب في نادي وليدو بتلعب هاند بول لسه؟ لسه بلعب بس هو في توقف بلعب الكوره دي كنت بلعبها زمان خالص وانا صغير كده عشان انا كابتن والدي كابتن سامح حسين ما شاء الله بطل افريقيا برضه في القرص زمان بس دلوقتي كابتن برضه في النادي الاهلي قرص وجله ما شاء الله بس قال لك يا ابني تعالى هما زمان بيزنوا عليا من وانا صغير فجربتها سنه 2014 كده خدت اول بس من ساعتها حبيت الهاند اكتر ف لسه خلصت مع نادي وليد البطوله خلصنا الدوري خلاص وكده ففي توقف بقى لغايه مثلا الموسم الجديد يبتدي فوالدي قال لي وكابتن عبد النعيم برده معايا من وانا صغير خش يا ابني قال لي تعالى اجرب كده مش عارف ايه وهي تاويك الهاند بول وكده كان كابتن عبد النعيم عاوزني اجرب انا هاند بول برده؟ لا رمح رمح لا ما هو فيها يا جماعه كنا لسه ما جربناش العاب القوه انت اي حاجه بتتحرك معاها ولا ايه لا هو في الاول كان كابتن عيد عاوزنا وكابتن عبد النعيم كان عاوزنا هو كابتن عبد احنا في الاخر اخترنا كابتن عيد نروح نتمرن معاه قرص وجله فبقى بعدها اتطورت ورحت انا مطرقه واحمد اخويا في الجله قرص انت ليك اخ اسمه احمد ها؟ اسمه احمد احمد حمدي ما شاء الله بس هو دلوقتي بيلعب قرص بس بيلعب قرص بس اكبر منك ولا اصغر؟ اكبر بخمس دقايق توأم ايه ده يا جماعه توأم شبه بعض خالص طب احنا ممكن نجيبه الحلقه الجايه على السن انت طب وانت طب سؤال بقى طب هو راح معاك بطوله عربيه؟ خد اول برضه؟ ايه ده بس طب انا بس طب انا عايز دلوقتي اعرف مع الاعداد انتوا لما كنا جبنا الاثنين يا جماعه يعني هي واحد يكفي ولا ايه؟ ما لازم ده بس دي حاجه جامده جدا يعني انت اخوك التوأم خد دوام معاك والله بص ده احنا هنوري بص هنغزو افريقيا بيكم لانه انت متخيل الشكل يعني انت ممكن تبدله مع بعض تروح عند التريك هو تعبان مصاب بعرف انا لسه فاكر التكنيك شوف ده يا باشا طب خليني ارجع لك يا احمد تاني يعني ما شاء الله انتوا خليتوني النهارده طب انت كنت تلعب يد ورحت
بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت في الاول هوب رحت جايب الرقم العالمي بقى تعالى. بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك يعني بجد. لا ده انت اكتشاف. بص انا عايز نصيحتي انا خليك في رامي روما. انا مكمل لا يعني خلاص بقى بتاع ايه ده في لعيبه هاند بول كتير ما شاء الله ونجوم وبتاع بس الهاند بول ممكن يجي انما انت راجل راجل راح بالاول رميه ليه راح جاب ما شاء الله 69 متر بسم الله ما شاء الله. فانت لو اتعديت مظبوط واشتغلت على نفسك. لا انت اشتغل لسه على نفسي بقى. طب هو الرقم العالمي في الشباب كام انت عارفه؟ و لسه في واحد الماني متابع يعني كده لسه عامل 80 متر. 80 80 مين يا باشا؟ احنا ان شاء الله نجيبه ان شاء الله بقى. مين على مين يا باشا؟ على نفسه. بص انت ما شاء الله في اول رميه جاب 69 امال لو اتمرنت هتخش في 75 و76 80 مين يا باشا؟ انت ان شاء الله هتفجر كل دول بامانه ان شاء الله. الارقام دي كلها انت هتفجرها. طب اجي لك برده يا عمر يعني. طب انت واخوك بقى مين اللي خلاك تروح العاب القوه اصلا؟ هو الاول محمود اخويا راح اتمرن مع كابتن عيد واحنا بقى بعدها كنا بنمشي في لا استنى محمود مين انت مش احمد التوأم ده؟ احنا اربعه. انتوا اربعه اللهم صل اربعه توأم برضه ولا لا؟ لا محمود يعني احمد التوأم بتاعك. محمود الكبير وزينه اختي الصغير الاصغر من محمود. محمود الكبير. محمود اكبر واحد. اكبر منك بكام سنه؟ محمود عنده 22. 22 ما شاء الله يعني برضه قريبين من بعض. بعد محمود؟ محمود عنده 23 معلش. 23 ماشي. طيب واللي بعد محمود؟ زينه عندها 22. مين؟ زينه 22. زينه؟ طيب زينه بتلعب العاب قوه؟ كانت بتلعب مع كابتن عيد وبعدها عشان دخلت طب طب طبعا خلاص بقى اللي يخش طب مذاكره ما بيكملش مذاكره وبعد كده تيجي انت بقى وانت واحمد. احمد اكبر منك بخمس دقائق. خمس دقائق بالظبط. وانتوا بقى طب مين اللي وجهكم العاب القوه؟ كان محمود اخوكم الكبير؟ هو محمود لما راح انا واحمد كنا بنروح نقعد نلعب قدام كابتن عيد نهزر وكده. ومحمود بيتمرن؟ محمود بقى كان بيتمرن. كابتن عيد بقى كان بيشوفنا ويقول على جسمنا حلو فكان بيقول ان احنا ننفع يعني في العاب القوه. انتوا ساكنين فين؟ كنا في الاول في اليوب. وكنتوا بتتمرنوا مع محمود فين؟ في المركز الاولمبي ولا فين؟ لا محمود اتمرن في النادي الاهلي. في النادي الاهلي تمام. فانتوا كنتوا بتروحوا معاه في النادي الاهلي بتيجوا معاه وتلعبوا حواليه. كنا بنيجي عشان نلعب. بتيجوا تلعبوا تهزروا جايين تهزروا اخواتكم صغيرين بقى وبتاع جايين تهزروا. كابتن عيد شافكم. وكابتن عبد النعيم شافنا. بس احنا اخترنا كابتن عيد في الاخر. وكملنا يعني معاه. بس اقول لك على حاجه انت ما شاء الله يعني يعني بالهزار والضحك واكتب يعني انا احب يعني واضح انك عمر بيقول لي ما تقلقش عليا. انا مش قلقان عليك والله انت ما شاء الله جايب ده في بطوله عربيه انا عارف ازاي. لا بس عاجبني انت يعني ما شاء الله. لا انت كسر الدنيا. انت اكتشاف يا عمر. انت اكتشاف والله العظيم. طب يعني عمر طب احنا يا جماعه عايزين احمد كمان يا جماعه. لا بجد نعمل حلقه يا جماعه عشان نشوف بقى الفرق. طب اخوك زيك التوام؟ عمر اتراكتف اكتر عمر بس يعني مهايبر شويه. احمد خجول شويه. شوي. لا احمد كان خجول. بيفكروني احمد كان معانا في حلقه. احمد شاف احمد جه هنا. جه هنا صح. كان معانا ما بيفكروني بس خجول. لا ما حدش جه زيك. انت خدت كل الشقاوه من اخوك واديته كل الخجل. خليني اجي لك برضه احمد يعني يمكن برضه انت والدك يعني لما هو اللي وجهك بشكل او اخر. طب انت ليك اخوات؟ ليه اخ بيلعب في العاب كوره؟ لا بيلعب هاند ما بيلعبش كوره. هاند اكبر ولا اصغر؟ لعب توأم برضه. اكبر من الناديتين يا جماعه. في هو في توأم بجد بس مش شبه بعض. استنى بس استنى. ايدنتك اللي هو توأم. هو توأم بس مش شبه زي بعض بالسيامي بيسموهم ليها اسم علمي كده. انا احمد ايدنتك. انت ايدنتك صح. ايدنتك انت شفت بيصحح لي يا باشا. انت مش ايدنتك. لا مش ايدنتك. فانتوا توأم بس. طب هو نفس الطول برضه؟ يعني قرب يجيب. لا هو انا اطول واحد. قرب يجيبك ايه يا معلم؟ هو نفس سنك. قرب يجيبك هو مش هيطول. انتوا الاثنين بتطولوا في نفس الوقت يا ابو حميد. هو خلاص بقى انا كده مش هطول اكتر من كده يعني. يعني هو قريب منك في الطول يعني عند كتف كده. وبيلعب فين معاك؟ كان برضه بيلعب معايا في الاهلي زمان بس هو حصلت له اصابه يعني فمشي برضه من الاهلي ودلوقتي بيلعب في وليد يعني. وليد. وبيلعب برضه نفس القصه باك ليفت؟ لا بيلعب فيرود. لا ده انا عايز لسه اكمل معاك واشوف بس. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا وابطال العاب القوه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مكملين حوارنا مع ابطال العاب القوه للشباب واللي فازوا بالذهب في البطوله العربيه اللي اقيمت في تونس وانتهت منذ ايام. وبالمناسبه طبعا البطلين اللي معايا هم توأم يعني كل لاعب وليه توأم اخر بطل زيه. طيب خلينا نتكلم يا احمد يعني يمكن احنا قلنا ان كره اليد الاول كانت سكتك انت واخوك. اخوك بالمناسبه اسمه ايه؟ محمد. محمد. وبعد كده اتجهتوا لألعاب القوى. طب لو محمد فكر يلعب ألعاب قوى برضه رامي رمح ولا هيلعب حاجة؟ لا محمد ممكن يمشي في الجلة والقرص بس خلاص مش دلوقتي. مش حبيبي. في أبطال فيه. مش هيلحق. بس انت جيت ما انت جيت ما شاء الله جبت 69 متر. ما كانش في ناس في سني.
فيمكن عشان السن ده. بس خلي بالك حتى لو في حد في سنك بسم الله ما شاء الله مش هجيب الرقم ده. ما كان في البطوله بس خلاص يعني الحمد لله. ما كمان تونس اكيد في ناس. هو كان اتنين بس، واحد من العراق واحد من تونس. واحد منين؟ واحد من العراق واحد من تونس. ودول كان بينافسوك؟ اه هم دول. وكان معايا واحد مصري برضو احمد باجت من اسكندريه، بس هو بيلعب في نادي مؤسسه اسكندريه. طب مين التاني اللي جواك؟ بطل احمد باجت. احمد. والتالت؟ بتاع تونس. تونس يعني. اول الرابع العراق. الرابع العراق. طب وانت نفس الكلام عمر، مين اللي كان بينافسك هناك في البطوله؟ احنا الحمد لله كان في 8 معانا بينافسوا. يعني احنا الحمد لله كنا مطرقه مشهوره شويه. 8 من مصر ولا بره مصر؟ لا هو واحد من مصر وباقي من مش من مصر يعني. يعني انت كنت المصري الوحيد في الثمانيه اللي بينافسوا؟ لا ما انا معايا واحد تاني مصري. ما انا بقول لك المصري الوحيد. قلت لي لا 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 مصريين مكتسحين. كان كام مصري هناك في اثنين؟ انا وواحد. منين بالتاني؟ التاني من 6 اكتوبر. 6 اكتوبر. وخد خد ميداليه ولا ما خدش؟ اخد تاني. خد فضه. اه. طيب والتالت؟ التالت مش فاكر. مش فاكر؟ من تونس. من تونس. مش فاكر ازاي؟ انتوا واقفين في المدرسه ما بصيتش على شمالك مثلا وتشوف؟ لا هو كان قدامي بس انا ما ركزتش معاه. ما ركزتش. كان بطل تونس هو التالت. كان تالت. اه. طب مين من اللعيبه اللي لفت نظره؟ يعني من الثمانيه اللي انت لعبتهم شفته كده حتى في التسخين قلت لا ده يعني شكله لعيب جامد؟ كان في مبين ولعب معايا هنا في مصر، هو رمى 70، رمى رقم التقليدي بتاع بطولة العالم، بس هو ما رماش. بس كده انا ما كنتش خايف يعني في الماتش. وده مين، لاعب مصري برضو ولا لاعب ايه؟ عماني. عماني. انت لعب هنا في مصر ازاي؟ لعب بطولة الجمهورية معانا. هو ممكن الجمهورية يلعبها غير مصريين؟ متهيألي عادي. لا هو دخل تجارب يعني. دخل تجارب؟ اه صح هو دخل. ما دخلش الجمهورية اصل الجمهورية. لا لا مفيش، هو مصريين بس. هو تجارب يخش اي حد. هو دخل تجارب معانا، هو رمى رقم التأهيلي 70 وانا يومها كنت رامي 66 14 الرقم بتاعي. هو رمى 80؟ 70. 70 الرقم بتاعك والتأهل 70 صح؟ الرقم 68 30. هو رمى 70. هو رمى فكده هو اتأهل. اوكي. انت فرقت معاك 66 حاجه بسيطه. اه يعني انا فاضل لي 2 متر و16 سم. سهل مش صعب ان انت تجيب. ان شاء الله اعملها على طول. ان شاء الله على طول. ده اللي هو امتى؟ بكره مثلا؟ يعني بسرعه واشيل عالم مصر ان شاء الله. بتتمرن كام ساعه؟ بتمرن على حسب، لو عندي جامعه او ما عنديش جامعه. انت في جامعه اول بتدرس ايه؟ طب اسنان. ليه بتعمل في نفسك كده؟ ما ينبهدلان اختك طب وانت بتطلع اسنان ليه كده؟ طب واحمد بيدرس ايه؟ توأم هندسه. انا بقى ويعني بصراحه ما شاء الله. لا بس دي حاجه كويسه، خلي بالك انا بهزر يعني. انا بوريكم يعني اعزائي المشاهدين ان ابطالنا مش بس تفوق رياضي، لا ده تفوق كمان اكاديمي. طب هندسه، طب اسنان، يعني دي مش بتعطل. بطل عرب وذهب، بنجيب لكم نماذج مشرفه فعلا الحقيقه، تبقى قدوه لكل الشباب. انت 19 سنه ما شاء الله. اه 19 سنه. اه كم في اولى طب اسنان ولا؟ اولى. ماشي كويس ولا؟ فاضل لي خلاص اخر ترم بس اخلصه وان شاء الله يعني اتمرن بقى براحتي يعني. اتمرن براحتك بقى. لو مفيش جامعه بتتمرن كام ساعه؟ ايه عشان اشوف. دي سهله جدا. كام؟ يا عندي الصبح بتمرن من الساعه 8 للساعه مثلا بنخلص 11 ونريح شويه بنريح في الاستاد عشان لو اروح مدينه العبور وارجع تاني. ساكن في العبور؟ بقى كتير. اه مشوار برضه. وبنتمرن الساعه 3 ممكن نخلص 6 7. هايل هايل. طب وانت بسرعه قبل ما نختم الفقره دي، انت لو بتدرس ايه؟ بسرعه تجاره انجلش. طيب ماشي ما شاء الله عليكم. ايه وايه؟ طيب وانت في سنه اولى؟ في سنه اولى. مرن كام ساعه بقى؟ يعني خمسه كده، خمس ساعات بتمرن من ساعه. في الجامعه او مش في الجامعه؟ صح في الجامعه. كده كده بخلص جامعه، لو عندي ايام هي بيبقى يومين بس في الجامعه يعني، فبخلصهم. كده كده بخلص الساعه 3 يعني، فبخلص واطلع التمرين. ما تزهقش من عدد الساعات؟ لا لا، ما انا لسه بقالي شهرين بس بتعود يعني. طب اخوك التوأم في كليه ايه؟ كوره انجلش برضه، بس هو في الجامعه وانا في الجامعه. هو في الجامعه انت في الجامعه. بس انتوا الاثنين بتدرسوا نفس الميجر. التجاره انجلش. بس ما شاء الله عليكم. انا مش عارف اقول لك يا احمد والله بجد ما شاء الله، انتوا نموذج مشرف فعلا فعلا. وعلى فكره احنا مستنيين منكم كتير ان شاء الله. ان شاء الله. احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا. عمر بشكرك شكرا جزيلا. العفو. ونورتني وشرفتني يا دكتور. ان شاء الله. لسه ما بقتش دكتور، خلصت 6 سنين بتوعي. استناك بس، عايزين مع 6 سنين دول ذهب كتير ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا عمر، نورتني وشرفتني يا حبيبي. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل، خليكم معانا، لسه عندنا نماذج مشرفه ايضا، ابطال بطلات ذهب. هيكون معانا مرام محمد شبانه ذهب القرص، وكمان شهد محمد ذهب في الزانه، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين النهارده حلقتنا مع ابطال العاب القوى، ولكن هيكون دلوقتي مع البطلات. بطلاتنا هنرحب في البدايه بمرام محمد شبانه صاحبه 16 سنه وذهبيه القرص. اهلا بيك يا مرام. اهلا بحضرتك، منورانا والف مليون مبروك على الدهب. الله يبارك في حضرتك. بنرحب بشهد محمد صاحبه 18 عام وصاحبه الذهب في الزانه وايضا برونزيه التتابع. اهلا بيك يا شهد. اهلا بحضرتك، منورانا في قناه الاهلي. ميرسي، منور حضرتك. طب ابتدي معاك يا مرام، يمكن زي ما سالت عمر واحمد كان معانا في الفقره الاولانيه، اتاهلت ازاي بطوله عربيه؟ اتاهلت، الموضوع يعني كان في تحديات كتير قوي لان انا سني صغير، انا اصغر واحده 2006. ربنا يحفظك يا رب. فالموضوع كان في ناس، كان في كذا حد في الاتحاد مش موافق ان انا اسافر اصلا، بس يعني كابتن ياسر طبعا واقف في ظهري، وكابتن ياسر فرج مدربي، كابتن ياسر داوود طبعا معانا على طول طبعا. فكابتن ياسر واقف معايا كتير لحد يعني الحمد لله طبعا تعبنا كتير لحد. طب خليني اسالك، يعني انتوا لما بتتاهل لبطوله بيبقى في بطوله جمهوريه، لعبت بطولة الجمهورية؟ اه لعبت بطولة الجمهورية واخدت فيها مركز تاني. خدت مركز تاني؟ اه. وطلعتي بناء عليها البطولة العربية؟ اه. وردك بالذهب ده انت رديت على كل المشككين فيك؟ الحمد لله. الحمد لله. اه طبعا الحمد لله. فرحت ان كل اللي شككوا فيك ان انت صغيرة وانت بتلعبي مع ناس عمرهم 18 سنة و 19 سنة؟ لا اكيد طبعا. طب المركز التاني معاكي كان مين في البطولة العربية؟ المركز التاني كان بسنت. بسنت من مصر؟ بسنت من مصر. اه. عمرها كام سنة؟ اكبر مني بسنه، عشان هو في 5. ما شاء الله اصغر. اه الحمد لله. طب اللاعبات العرب، فاكره التوانسه تونسيات كان عمرهم كام؟ كان في واحده 2006 معايا، وواحده تقريبا 2005، وواحده ثانيه من الكويت 2005 برضو. يعني يعتبر انا اصغر واحده وواحده ثانيه بس. اصغر واحده بس انت اصغرهم، ولكن الحمد لله. طب واحنا دلوقتي بنقول بقى فين الناس اللي كانت بتشكك في مرام وتقول مش رايحه وبتاع؟ احنا ردينا دايما النادي الاهلي بيرد في الملعب. طبعا دايما النادي الاهلي في الاول. برافو عليك، منور عليك يا مرام ما شاء الله. طب خليني اجي لك يا شهد، يمكن نفس الكلام، تاهلت ازاي؟ انت ما شاء الله بتلعبي زانه وتتابع، يعني بتلعبي كان اول مره العبه تتابع وخدتي برونزيه، بسم الله ما شاء الله. طيب خلينا نتكلم في لعبتك الاساسيه الزانه، اتاهلت ازاي بطوله عربيه؟ كان في بطوله جمهوريه لعبتها واخدت فيها مركز اول وبس، واتاهلت منها بطوله عربيه. فاكره الارتفاع كان كام؟ انا 53. 53. طب انت في البطوله العربيه حققتي كام؟ 53 برضه. برافو عليك. على فكره انا لسه كنت بقول لعمر واحمد انه في العادي لما بتشارك في بطوله دوليه كبيره زي كده بتجيب رقم اقل شويه من رقمك عشان الرهبه يعني والخضه البطوله، بس كونك تجيبي رقم تحافظي عليه بدا بيه ده حاجه كويسه. طيب مين اللي بعديكي كام؟ واحده من قطر. قطر. بس هي تونسيه بس متجنسه قطريه. يعني اغلب القطريين بيكونوا مجنسين. طيب وهو فاكر حقائق كام؟ 43. 10 سنت ده كتير. طب انت جبتي 53 من المحاوله بكام؟ الثالثه. يا خبر ده انت بصي. طب الاولى والثانيه عملتي فيهم ايه؟ فشلتهم، وهي كانت قبلي. انت قصدتي تفشليهم؟ لا 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 طبعا. لا بس بتقولي فشلتهم. لا ما كانش قصدي. اتقال كده اكسبريشن فشل. كنت بتوقعي العارضه. بتوقعي العارضه. طيب والثالثه بقى انت داخله بتقولي يا ربنا. طب ايه اللي خلاكي، طب الواحد ما يفشل في الاولى والثانيه؟ طب انت كنت داخله الاولى والثانيه ارتفاع كام؟ هو 53 برضه. طب المفروض بقى الثالثه انا داخله قلقان انزل شغل. لا ما هو لا ما ينفعش انزل بقى. ليه؟ هو يرفع يا العب ال يعني في طب دي معلومه حلوه. ان انت لما تخش اول محاوله دي لازم تكون ما تقلش عنها. ما ينفعش يعني تاخدها تدريجيا لفوق مش تدريجيا لتحت. اخر محاوله دي كانت بالنسبه لي الصراحه كانت صعبه قوي، كانت اخر محاوله ليا، يعني خلاص يكسب الماتش يخسر. هي كمان يعني كنا هناخد محاوله محاوله عشان احنا كنا متعادلين. فلقيت ان الصراحه ناس كتير قوي واقفه بتشجعني، ومنتخبات تانية كتير قوي في المدرجات واقفه بتشجعني، فقلت حرام الناس دي كلها تروح زعلانه، حتى اهلي ما ينفعش الناس دي تروح زعلانه. فخلاص ركزت ثانيتين كده وقلت انا هطلع اعديها، وطلعت الحمد لله عديت. برافو عليك. طب لما نزلت من الارتفاع ده على البساطه خدت نفس كده اللي هو الحمد لله. قلت الحمد لله. لعبتي انهي الاول، التتابع ولا الزانه؟ لا الزانه، التتابع ده كان اخر يوم خالص. فتح نفسك بقى. الذهب فتحت نفسك. قالت لك والله لازمكم كلكم. لعبوا لي اي حاجه. ايوه انا جاهزه. طيب ليه اخترتي الالعاب القوى؟ يعني مين اللي وجهك؟ انا كنت بتمرن جمباز الاول، وبعدها كان عندي اختبارات كده في المدرسه، فالكابتن نقى كده كام حد فعمل لهم اختبارات تانية لوحدهم واتقابلت، وبس كنت بتمرن الاول حواجز. بعدها الكابتن بتاع الزانه شافني، ف
فقال لي تعالي جربي وشوفي اللعبه وكده. فاول ما شفتها حبيتها الصراحه وكملت فيها. يا قلبك يا قلبك، لعبه صعبه يا قلبك يا قلبك. طب اجي لك يا مرام، يعني ليه العاب القوه؟ نفس السؤال، يعني ليه اللي خلاكي توجهي لها؟ هو يعني مش بالاختيار، يعني هي جت كده، يعني جت بالصدفه تقريبا. ازاي؟ بنت خالتي كان برضو في المدرسه بيشوفوا لعيبه يعني جسمهم ينفع وكده، فراحت وبعدها اتمرنت يومين، قالت لي ما تعالي كده شوفي. طب اتمرنت فين؟ في الاهلي مع كابتن عيد. قالت لي تعالي كده شوفي الموضوع حلو، فروحت ما كانش في دماغي قوي، اللي هو عادي انا رايحه مثلا اتسلى، رايحه النادي الاهلي مع كابتن عيد. فمره على مره بقيت بقى اللي هو لا انا عايزه احبت التمرين، عايزه اروح لما اتاخر شويه، لا انا بجري علشان اروح التمرين. طب انت عرفنا ايه العاب القوه، طب ليه القرص؟ انا كنت بلعب. دي صوره ليك يا مرام صح؟ اه ما شاء الله. دي كانت فين؟ دي كانت في بطوله العرب. تونس. بطوله العرب. ودي بقى كلكم كل المنتخب كلنا. صحيح؟ كل الصور دي بطوله عربيه. طبعا عمركم ما هتنسوها طبعا دي. طبعا. طيب ليه القرص يعني؟ خلاص رحنا العاب قوه، مين اللي وجهك في القرص؟ مين قال لك؟ كابتن عيد طبعا، هو شافني ان انا انفع في القرص. انا كنت بلعب جله الاول، كنت بلعب جله وقرص، وبعدين بقى بقيت كل تركيزي يعني في القرص بس. طيب اول بطوله دي اول بطوله خارجيه ليك ولا ايه؟ اول بطوله خارجيه. اول بطوله تركبي فيها الطياره. دي حقيقه. احساس جميل ان انت اول بطوله خارجيه تاخدي فيها ده. احساس حلو جدا ما يتوصفش. ورفع علم مصر وحاجه يعني تفرح بصراحه. الحمد لله. انت في سنه كام؟ اولى ثانوي. لسه صغيره خالص ما شاء الله. ان شاء الله تبقي بطله كبيره اولمبيه باذن الله. باذن الله. وطب شاهد برضو قولي لي، يعني دي اول بطوله خارجيه ليكي؟ برضو نفس الكلام، كلكم نفس الكلام. وطب قولي لي يعني احساسك ايه وانت برضو نفس الكلام اللي قلته لمرام؟ يعني هل انت احساسك يعني كاول بطوله خارجيه تلعبي فيها وما شاء الله تجيبي برونز وذهب، احساسك ايه؟ كنت حاسه اني شايله مسؤوليه كبيره قوي، وكنت بقول لنفسي اللي هو لازم اكون قدها، لازم اثبت حضوري، لازم اثبت، لازم ارفع علم مصر. والصراحه كان احساس جميل قوي. اول حد كلمتيه بعد ما خدتي ده؟ مامتي. الله. اول ما خلصت المحاوله كلمتها على طول. قلت لها ايه؟ قعدت تعيط وهي تعيط وانت تعيط. مفيش كلام. ايوه. قلت لها ايه قولي لي؟ ذهب يا ماما. قلت لها مامتي اخدت اول وبس، فضلت تقول لي مبروك ما شاء الله وكده. طب وانت مرام اول تليفون؟ ماما برضه. ماما برضه. ماشي يا عم. انا كنت نفس الكلام برضه؟ طبعا. ايه بقى اخدت ذهب يا ماما ولا قلت لها؟ اخدت ذهب يا ماما، قالت لي انا كنت متاكده ان انت قدها الحمد لله. كانت مبسوطه جدا. طب وبابا فين؟ وبابا طبعا كلهم كلموني. بس في الاول ماما. الاب غلبان بيجي بعد كده مفيش مشكله. لا. بس المعروف ان الاب يعني الاب حبيب بنته. ايوه. قلت بقى انا كل اللي جم قعدوا هنا عندي على طول يقول لك كلمت بابا. بصراحه انتوا اول ناس يقولوا انا جاي بهدي النفوس. بابا وماما دايما بيدعموني في كل حاجه، يعني بجد معايا في كل حاجه، في كل خطوه. انا بتمرن من 7 سنين. ما شاء الله. بقى 7 سنين بتمرن، فهم معايا خطوة بخطوة وما بيسيبونيش ابدا، ولا هم ولا اخواتي. تقولي لهم ايه؟ قال لهم شكرا. شكرا بجد. شكرا. طيب ده فيديو ليك يا مرام اهو، يمكن دي انهي رمية؟ دي الرمية اللي اخدت فيها اول. بسم الله ما شاء الله. بس انت يعني ما شاء الله جسمك قليل بس عندك تكنيك عالي. يعني اكيد الناس كلها بتقول لك هو كلهم بيقولوا لي القرص والمطرقة والجلة بيبقوا اجسام قوية. بس ما شاء الله واضح ان انت عندك التكنيك والسرعه عاليه. الحمد لله. طيب يعني نفس الكلام شاهد، تقول ايه لباباك ومامتك؟ بشكرهم قوي على وقوفهم جنبي وان هم دايما بيدعموني للاحسن وعايزيني اكون احسن، ومن صغري هم في ظهري الصراحه في حوار الرياضه عامه، ما سابونيش خالص ولا لحظه، فبشكرهم جدا. طب وانت ليك اخوات يا شاهد؟ اخ. بيلعبوا لعبوا بيلعب هاندبول. هاندبول. هاندبول والعاب القوه اولاد عمي كده وهنا لهنا يعني. طب خلينا نقول ان هو ليه العاب القوه؟ مين اللي وجهك لالعاب القوه؟ صدفه. ازاي؟ هو الاختبارات دي انا كنت بتمرن جمباز، وبعدها فجاه كده ما كانتش الدنيا احسن حاجه في الجمباز ساعتها، ما كانوش ليه اهميه يعني، فوانا بزهق على طول بحب اجرب لعب جديده وكده. بس فحسيت ان العاب القوه دي لعبه مختلفه، وبالذات الزينه حسيتها ما فيش بنات كتير خالص في مصر بتلعب زينه اصلا. انا طب انت كوره فرحان انت لعبت؟ لا فرحان الصراحه. بعد الذهب طبعا ما لازم الميداليات دي فرحان. يعني لما كناش جبنا الذهب كان ممكن الاجابه تتغير شويه. انت فاهمه طبعا، ولكن بعد الذهب اكيد. طيب نفسك فيه؟ نفسي الفتره الجايه اتاهل بطولات كتيره الصراحه، افريقيا وبطوله عالم، في بطوله عالم تحت 20 سنه. جبت الرقم العالمي ولا لسه؟ لا لسه. قدامك قد ايه؟ انا رقمي 3 اصلا 55، ورقم التاهيلي 4 5.
4 5 طب مش بعيد على فكره، يعني انت بنتكلم في 50 سم تقدري تجيبيهم؟ عايز تمرين. ها طب انت بالنسبه لك يا مرام نفس الكلام، ايه الرقم العالمي كام؟ الرقم مش متذكره قوي بس هو يعني لا مش قريب قوي بس يعني ان شاء الله احنا قدها ان شاء الله 16 سنه ان شاء الله لسه عجبني. لسه صغيره لسه بدري. الحماس اللي عندكم ده عاجبني، انت بتقولي لا نقدر نقدر طبعا يعني لسه ما شاء الله صغيره، يعني انت عندك 3 سنين تجيب في الرقم ده ولا اه لسه بدري. طب انت نفسك في ايه بقى، طموحاتك ايه؟ ان شاء الله على طول على الاولمبياد ان شاء الله. ان شاء الله تجيب لنا ميداليه ان شاء الله تحتفل بيه كده، بس اوعي تجيبي ميداليه وتنسينا هنا في قناه الاهلي. لا طبعا اوعي، اهلي رقم واحد بس. اه ولا انت شادي تجيبي ميداليه؟ لا لا بعد كده يجي يكلمكم تقول اصل مش فاضي او كده. لا طبعا اوعي الاساس، احنا بنسمع الكلام ده كتير. النادي الاهلي هو رقم واحد. طيب هنتكلم مع كابتن ياسر داوود رئيس الجهاز، وهو اب ليكم كلكم طبعا، والحقيقه عمره ما جه معايا هنا، الحقيقه هو ضيف دائم معايا الحقيقه، لان انا عارف قد ايه المجهود اللي بيبذله وبيدعمكم بشكل كبير وبيتكلم عنكم بشكل جيد جدا، وكان متابعكم وكان فرحان بيكم جدا. يعني شايفه مسندته ليكم ازاي؟ شايفه وجوده معاكم رئيس الجهاز بيفيدكم في ايه؟ كابتن ياسر هو بالنسبه لنا اب فعلا بمعنى الكلمه، بيدعمنا على طول، ولو في اي اصابه يكلمني على طول، ويعني وقف معانا. طب لما حصل وشككوا فيكي ان انت تروحي صغيره وازاي تروحي بطوله عربيه وهي صغيره، هو كان رايه ايه؟ اتكلم معاكي قال لك ايه؟ هو اتكلم مع كابتن ياسر الصراحه، بس يعني كان شايف ان انا يعني لسه هو كان حقي اروح، بس شايف ان انا لسه صغيره فقدامي فرص اكبر. اه ما تزعليش قدامي لسه. جت ما جاتش ما جاتش. طب نفس الكلام يا شاهد، يعني كابتن ياسر داوود علاقتك معاه ازاي؟ بيدعمك ازاي؟ كلامك معاه بيبقى ازاي؟ خاصه رئيس جهازه وبيتابع كل منافساتكم. هي زي ما قالت اول حاجه، هو اب لينا كلنا فعلا. مثلا هو الصراحه بيوفر لنا كل حاجه احنا محتاجينها، يعني مثلا في لعبتي بيوفر لنا الزنات، مكان حلو نتمرن فيه، المركز الاولمبي بنتمرن هناك. اي حد بيكون عنده اي حاجه مش بيتاخر عليه، بيفضل معاه، وزي ما قالت ان هو بيكلمنا على طول في اي اصابه لو حد محتاج حاجه، فاحنا بنشكره جدا الصراحه. اه قوي. طب قولي يا شاهد، انت بتدرسي ايه؟ لا انا لسه في ثانيه ثانوي. بجد ما شاء الله، يعني خلاص كلها سنه وتبقى الجامعه ان شاء الله. كلها سنه وتبقى الجامعه. طب انت في العادي تمرينك كام ساعه؟ يعني انت اتمرن ساعه نص ساعه ساعتين واروح عشان بقى اخرج مع اصحابي، اتمرني كام ساعه؟ بنتمرن من ساعتين ونص لثلاث ساعات كده. ما شاء الله ده كتير. طب انت ناسيه طبعا كل حاجه في حياتك، هو التمرين ومذاكره. تمرين ومذاكره وبس. صح مش كده؟ طب زعلانه لده؟ عشان بشوف فرحتي لما بكون واقفه على منصه التتويج واخد ميداليه، بنسى اي تعب الصراحه انا تعبت، وبكون فرحانه بده، بحس انها مختلفه عن اي حد. برافو عليك، مختلف. طب تقولي ايه للبنات اللي مثلا مش عايزين يلعبوا رياضه؟ مثلا اهاليهم باباهم ومامتهم بيوديهم يلعبوا رياضه ويقول لك لا مش عايز العب، تقولي لهم ايه تشجعيهم بايه؟ ان هم يجربوا يحاولوا، حتى لو فشلوا في مره واثنين وثلاثه هيقوموا تاني وهيكونوا احسن وهينجحوا في الحاجه دي طالما بيحاولوا فيها، فان هم ما يأسوش خالص ويفضلوا عندهم امل وحلم، وان شاء الله هيحققوا كل اللي هم بيحلموا بيه. برافو عليك. طب مرام اكلمك نفس الكلام، يعني انت بتمرني كام ساعه؟ من 3 ل 4 في اليوم. ما شاء الله. طب المشوار من البيت على لغايه الملعب كبير لا بالنسبه لك؟ لا قريب، انا ساكنه في حدائق القبه وبتمرن في استاد القاهره. طب بتحسي بزهق من 3 ساعات؟ لا ولا بيعدي كده؟ لا خالص، بحس باستمتاع، حاجه بحبها مش بزهق طبعا. مش متضايقه؟ ايوه طبعا. طب والتمرين ده بيبقى في التراك في بترمي كل الوقت ولا في جيم؟ لا برمي وفي جيم وفي فتنس كل حاجه في 3 ساعات دول. اه يعني ممكن، لا ممكن يوم مثلا فتنس ويوم جيم يوم رمي على حسب كابتن ياسر يعني. طيب وتحب تقول ايه زي شاهد ما قالت للبنات اللي بيبقوا مثلا يقول لك لا انا مش عايز اروح ومش عايز العب رياضه لا الرياضه دي عنيفه، انا تقول لهم ايه؟ ايه تشجعيهم بايه؟ اشجعهم ان هم لازم يجربوا قبل ما يحكموا على حاجه، يعني لازم يجربوا ويحاولوا مره واثنين وثلاثه، ما يخافوش من الفشل. ما يخافوش من الفشل طبعا. طب ايه اللي ممتع؟ يعني انت شايفه ايه الممتع في الرياضه؟ ايه اللي حلو في الرياضه؟ كل حلو. كل ادينا حاجتين ثلاثه كده في الرياضه تشجعي بيهم يتفرجوا عليك. احساس ان ليك قيمه كده وسط الناس، يعني موضوع حلو. حلو، ليك قيمه. اه ليك قيمه على قد سنك الصغير، بس انت كنت كلمه صح، ليك قيمه. اه صح يا شاهد؟ قيمتك في اللي انت بتعمله. ايوه انا طبعا. بطله، انا قاعد معايا ابطال. مع فرحتك بنفسك. مين عنده 16 سنه واخد ذهب في مصر في لعبه زي دي؟ مين عنده 18 سنه واخد ميداليتين العربية؟ يعني تحس بقيمتك.
شايفه ان دي اهم حاجه في الرياضه ولا في حاجه تانية؟ في حاجه الرياضه كلها مهمه. لا قولي لي غير القيمه كمان. غير القيمه؟ ثقه بالنفس. برافو عليك، ثقه بالنفس. صح، ثقه بالنفس بتعلي ثقتك بنفسك جدا. ايوه. وصحتك. ايوه. وتظبيط مواعيد اليوم، تظبيط المذاكره كمان. مكاسب، مكاسب كتير. أيوه. كتير كتير. اللي ما بيلعبش رياضه لازم يلعب رياضه. أيوه. لازم يروح يلعب رياضه. انا بشكركم يعني شكرا جزيلا، نورتينا جدا، استمتعت جدا بكلامكم. شكرا. بشكرك يا مرام، والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. شهر بشكرك. شكرا لحضرتك، نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله نتابعكم في مجالاتكم كلها ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده مع لاعبي الكوره. حطينا قدام حضراتكم حجم التحدي اللي هم يعني بيتحملوه وبيواجهوه عشان يكونوا ابطال. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج الابطال، وبشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه.